هل تجوز صلاة بيدين مطلوقتين؟ زعما البسط السدل صلاة صحيحة لكنها بدعية. السدل عمره ما ورد في السنة النبوية إطلاقا، وليس من مذهب مالك اللي كيعتقد بأن الإمام مالك كان يسدل يديه في الصلاة فهو مخطئ. المذهب المالكي يؤخذ من صاحبه لا من الأتباع المقلدة الذين أحدثوا فيه كثيرا من البدع فيما بعد.